complete unit 1 test number 4a the length of a rectangle is twice its width and its area is 24.5 cm square calculate each of the length and the width دايما في المسائل الستوري اللي بتيجي على الايكويشنز لو كان مديني one variable حاجه واحده بس فبسميها x طب لو حاجتين زي هنا مديني two dimensions length و width الصغير فيهم بسميه اكس يبقى مين الاصغر اللينث ولا الويتس طبعا الويت يبقى الويتس باكس طب اللينث هو قايل ان اللينث توايس الويت يبقى 2 اكس او 2 ملتبلاي الاكس اوكي يبقى ال2 dimensions عندي الويتس باكس واللينث ب2 اكس هو كمان قايل لي ان الاريا ب 24.5 ايه هي الاريا اريا اوف ريكتانجل لينث باي ويتس اللينث ب 2 اكس والويتس باكس يبقى 2 اكس باي اكس اللي هي 2 x سكوير الـ 2 x سكوير اللي هي الاريا دي هو أي اللي هي equals 24.5 يبقى هي دي الايكويشن الـ 2 x سكوير اللي طلعت معايا هو أي اللي هي equals 24.5 okay. يبقي الايكويشن الإكواشن سكوير equals 24.5 في مع الـ x هنا coefficient اللي هو الـ 2 علشان نخلص من الـ coefficient دايماً بنعمل divide يبقى الـ x without الـ coefficient 24.5 divided by 2 تديني 12.25 طب ده x سكوير طب x بس without the square يبقى لازم نجيب ال square root لل كلها يبقى square root of 24.5 هتديني طبعا square root of 12.25 هتديني 3.5 سنتيمتر طب قبل ال square root بنكتب علامة ال positive or negative اوكي بس هنا في المسألة مش هيطلع عندي two values positive و negative ليه؟ لأن ال x دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن width فاكيد الفاليو اللي هتطلع هتطلع بالبوزيتيف مفيش دايمنشن مفيش ويتس في الدنيا بالنيجاتيف فاحنا طبعا مش هنكتب النيجاتيف ساين فالريزلت هتطلع عندي بوزيتيف وبس طبعا اللي هيبقى توايس ال 3.5 اللي هي ب 7 سنتيمتر نمبر بي if 3 quarters of area of square is 1 and 11 over 64 meter square calculate the side length of the square هنا مش مديني الاريا بكام مش قايل ان الاريا ب 1 اند 11 اوفر 64 لا ده 3 كوارترز الاريا تبقى الايكويشن هنا مش الاريا ايكوال كذا لا 3 كوارترز الاريا ايكوال 1 اند 11 اوفر 64 3 كوارترز اريا يعني 3 كوارترز باي اريا يبقى الايكويشن 3 over 4 ملتي بلاي الاريا ايكوال 1 اند 11 اوفر 64 الكوفيشنت اللي مع الاريا هو 3 over 4 علشان نخلص من الكوفيشن بنعمل ديفيجن زي ما هو كان فراكشن كان ديسيمال كان نمبر بعمل ديفايد يبقى الاريا ايكوال 1 اند 11 اوفر 64 divided باي 3 اوفر 4 هتديني 1.5625 سنتيمتر سكوير طب تو جيت السايد لينث في عندي رول سايد لينث اوف سكوير عباره عن سكوير روت اوف الاريا سكوير روت اوف النمبر اللي طلع عندي ده هيطلع ب 1.25 طبعا بالسنتيمتر نمبر 5A if m over n is a rational number will m square over n square equal 0.16 ايه هي ال m square over n square ال numerator power 2 وال denominator power 2 يبقى كأنها m over n الكل power 2 اوكي okay? يبقى كأنها m over n الكل power 2 بكام ب 0.16 هو بقى عايز m over n power 3 الايكويشن الوحيده او الفاليو الوحيده اللي موجوده عندي هي الايكويشن دي ام باور 2 اوفر ان باور 2 ايكوال 0.16 يبقى هي دي اللي هحلها يبقى ال ام اوفر ان لكل باور 2 ب 0.16 علشان اجيب ال ام اوفر ان بس بنجيب السكوير روت لل 0.16 اتفقنا قبل السكوير روت لازم احط علامه بوزيتيف or نيجاتيف لانه بيطلع عندي هنا تو روتس يبقى بوزيتيف or نيجاتيف روت 0.16 اللي هي تطلع ببوزيتيف او نيجاتيف 0.4 0.4 يعني okay. يبقى ال m over n لكل باور 3 بالفاليو دي بس باور 3 طبعا هتطلع برضو بالبوزيتيف or negative نمبر 5b if a equal negative half b ب two c ب three over four then find the numerical value of وبديني ال ده كله كل اللي هعمله ان substitute بالvalues اللي هشيل ال واحطها بنيجاتيف هاف half وال واحطها ب two وال c three quarters the first term اللي باللون الأحمر دلوقتي a power 3 by b power 2 هنشيل ال a ونحط negative half يبقى negative half power 3 multiply by b power 2 اللي هي 2 power 2 plus the second term اللي هو b square multiply ال c يبقى ال b 2 يبقى 2 square multiply ال c اللي هي ب 3 over 4 يبقى 2 square multiply 3 over 4 the second term 8 باي A باي B باي C يبقى 8 باي negative هاف باي 2 باي 3 اوفر 4 نختصر بس برضو ترم ترم مش كله مرة واحدة مش هنكتب كل الكلام ده على الكالكوليتر ونطلع ريزالت بكام يبقى ذا فيرست ترم اللي هو negative هاف باور 3 بكام ب 1 8 طبعا الكلام ده ملتبلاي 2 باور 2 اللي هي ب 4 بلس ذا سكند term اللي هو 2 power 2 تديني 4 multiply 3 over 4 minus the second أو the third term negative 8 هنعملها by 2 اللي هو الـ number by number يعني تديني negative 16 by negative half by 3 over 4 اوكي okay, نختصر تاني الفرس term كله على بعضه negative 1 over 8 by 4 هتديني negative 1 over 2 The second term اللي هو positive 4 by 3 over 4 هيديني positive 3 آخر term negative 16 by negative half by 3 over 4 الكلام ده كله هيديني positive 6 كل الكلام ده لما هجمعه مع بعضه 3 plus 6 ب 9 minus half يبقى 8 and half اللي هي 8.5 Number 6a, solve the equation 5 over 6x minus 4 equals 11. اي equation بيبقى عندي فيه حاجة اسمها coefficient وده النمبر او الفراكشن او الديسمال اللي بيبقى مع الاكس زي هنا 5 over 6 by x اللي بيبقى multiply by x ده اسمه coefficient وفي عندي constant اللي هو بيبقى added او subtracted من الاكس زي الماينس 4 ببدأ دايما بالconstant يبقى النيجاتيف 4 هيروح ناحية التانية ببوزيتيف او ببلاس 4 يعني فيبقى 5 over 6 x equals 11 plus 4 اللي هي 15 يبقى coefficient 5 over 6 multiply x equals 15 عشان نخلص من الكوفيشنت بنعمل ايه بنعمل divide الكوفيشنت تبقى ال x لوحدها بكام ب 15 divided by 5 over 6 اللي هي equals 18 يبقى ال s dot s طبعا ب 18 number 6 b evaluate at x equal 9 و y equal 6 يبقى هنشيل ال x ونحطها ب 9 وهنشيل ال y ونحطها ب 6 يبقى الفرس تيرم اللي هو 16X, 16 اكس 16 باي اكس يبقى 16 باي 9 سكند تيرم اللي هو divided باي 4 واي يبقى divided باي 4 ملتبلاي الواي بكام ب الترم كله على بعضه 4 باي واي هيتحط كله بتوين التو اوكي يبقى ديفايد التيرم كله اللي هو باللون الازرق 4 باي 6 Plus الثالث third term على بعضه بكام 4 by y by x يبقى 4 by 6 by 9 the first term 16 by 9 هتدي 144 the second term 4 by 6 بكام ب 24 يبقى divided by 24 آخر term 4 by 6 by 9 هيديني ب positive 216 بنعمل إيه الأول ال division ولا الـ addition طبعا ال multiplication أو ال division ببدا بيهم دايما في الاول مهما كان ترتيبهم في الاول او في الاخر بعد كده الاديشن يبقى هنا طبعا الديفيجن كده كده موجوده في الاول فهنعمل الديفيجن في البدايه وهنطلع الريزلت ايكوال كام ممكن نحطها طبعا على الكالكوليتر ونشوفها بكام نمبر 6 سي اف ذا سبستيتيوشن سيت از 2 4 6 8 10 فايند ذا سوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي اكس باور 3 7 جريتر ذان 6 طيب هنا مديني 5 values هعمل substitute بال 5 values واشوف ال inequality هتطلع بكام يبقى مرة at x equal 2 وهشوف ال inequality اللي هو طبعا ال left hand side هشوفه هيطلع بكام ومرة at x equal 4 at x equal 6 at x equal 8 at x equal 10 يبقى هنعمل الحكاية دي خمس مرات اول حاجة at x equal 2 ال left hand side اللي هو x power 3 minus 7 هيبقى بكام هنشيل ال x ونحط 2 يبقى 2 power 3 minus 7 هتديني 2 power 3 ب 8، يبقى 8 minus 7 هتديني 1. هو قايل لي اللي إن ال left hand side greater than 6، يا ترى ال left hand side اللي طلع معايا اللي هو 1 greater than 6؟ لأ، يبقى ال 2، إحنا قايلين ات x equal 2، بتحقق ال 2 ما بتحققليش ليش inequality، يبقى ال 2 doesn't satisfy the inequality، طب ات x equal 4، تاني واحدة. هنشيل ال x ونحط 4 يبقى ال x power 3 minus 7 هتديني كام 4 power 3 minus 7 اللي هي 64 minus 7 تطلع بكام 57 يا ترى ال 57 دي greater than 6 يعني left hand side greater than right hand side مظبوط ال 57 greater than 6 يبقى ال 4 satisfy the equation تالت واحدة at x equals 6 لما هنشيل ال x ونحطها ب 6 يبقى 6 power 3 minus 7 هتديني 216 minus 7 تطلع ب 209 يا ترى ال 209 greater than 6 اه طبعا greater than 6 يبقى ال 6 اللي هي at x equal 6 ال value 6 دي satisfies the equation the inequality رابع حاجة لما ال ب 8 هنشيل ال ونحط 8 يبقى 8 power 3 minus 7 تديني 512 minus 7 اللي هي 505 الفاليو value دي greater than 6 طبعا greater than 6 يبقى at x equal 8 ال 8 satisfies the inequality يبقى لحد دلوقتي ال 4 وال 6 وال 8 طب يا ترى ال 10 كمان واضح ان كل ما بزود طبعا كل ما النمبر number بيزيد satisfy the inequality لما هنشيل x ونحط تاني يبقى 10 power 3 minus 7 تديني 1000 minus 7 ب993 طبعا greater than 6 يبقى برضو 10 satisfies the inequality يبقى اللي حقولي ال inequality دلوقتي هي ال 4 وال6 وال8 وال10 4 values من 5 values اللي كان بدي همي يبقى solution set عندي هي 4 وال6 وال8 وال10 substitution set كانوا 5 values اللي هما 2 وال4 وال6 وال8 وال10 السوليوشن سيت اللي عندي 4 بس من ال5 هما اللي حققوا لي الانيكواليتي